سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بحلقه جديده، هي الحلقه الثالثه من الامومه والحمل والامومه الى اخره. راح نحكي لكم على لوازم البيبي اليوم. كنتوا بزاف طلبتوها مني وانا اكيد ما نقدرش نروح نولد ونخليكم بلا ما نحكي لكم عليها. الحلقه تاع اليوم، اذا كنتوا تتذكروا الحلقه الاولى كنت جاوبت على اسئلتكم فيما يخص الحمل تاعي الى اخره. الحلقه الثانيه كنت وريت لكم غرفه البيبي والوش شريت الى اخره، وحكيت لكم ايضا على جنس البيبي اللي راح تكون بنت ان شاء الله. في هذه الحلقه اليوم راح نحكوا على لوازم البيبي، وبصوره خاصه راح نحكوا على لوازم البيبي من جهه التغذيه. واش لازم باش البيبي تاعكم يتغذى مليح؟ اذا كان البيبي تاعكم يتغذى مليح راح يكون سعيد وراح ينام مليح وراح يخليكم ترتاحوا. راح نحكي لكم هذا، ما غاديش نحكي لكم هكا فقط، راح نحكي لكم على اشياء اللي انا جربتها سابقا مع سيرين ونفعتني. راح نقول لكم واش هما الاشياء اللي لازم تتفادوها وتتجنبوها لانها ما فادتنيش وشريتها على والو. كما قلت لكم كاين اشياء استعملتها في حملي في ولاده سيرين، كاين اشياء ما استعملتهاش، واش هما الاشياء اللي راح ننصحكم بها، واش هما الاشياء اللي لازم تتفادوها. كل هذا راح نحكوا عليه اليوم. الحلقه المقبله ان شاء الله راح يكون كاين جديد ان شاء الله، تابعوني. اول حاجه راح نبدا بها بالنسبه لتغذيه الطفل هو ملابس الام، واش هما اللوازم اللي تحتاجهم الام، عاد من بعد واش هما الاشياء اللي يحتاجهم الطفل. الام لازم، اذا كنتي من الناس اللي راح ترضع، من النساء اللي راح يرضعوا الطفل تاعها والرضاعه الطبيعيه ما كانش كيفها اكيد، ننصحكم تستعملوا ملابس اللي تنفتح بسهوله، بيجامات او قمصان نوم اللي هنايا فيهم ازرار ينفتحوا بسرعه وبسهوله باش تقدروا ترضعوا الطفل تاعكم. ايضا كاين ملابس داخليه خاصه بالرضاعه فيها فتحه صغيره فقط تفتحوها وترضعوا بها الطفل تاعكم، هادو اشياء ننصحكم بها. الان في بعض الاحيان الحليب في الاوقات اللي ما تكونيش ترضعي فيها، بعض الاحيان الحليب يبدا يتقاطر منك اذا كان عندك بشكل زائد مثلا. ننصحكم تستعملوا هاد الوسائد الصغيره اسمها لي كوسيني داليتمون بالفرنسيه، بالعربيه ما نعرفش واش اسمها، يعني كوسيني يعني وساده صغيره تاع الرضاعه، وهي من القطن. كاين اللي ترموها ما تستحقوهاش، وكاين اللي تنجموا تعاودوا تغسلوها وتستعملوها كما هذه مثلا من القطن، من اذا راني عاد متذكره من فيليبس افنت، تجي في هذا الكيس. هذا الكيس خاص بالغسيل، يعني اذا بغيتوا تغسلوها حطوها في هذا الكيس مع بعض وغسلوها في الاله تاع في الماكينه تاع الغسيل، دايره كيما هكذا تاع قطن كيما راكم تشوفوا كيما هكذا، وتحطوها فوق التدي باش من بعد الحليب كيبقى يتقاطر ما يوسخ لكمش الملابس تاعكم، وتحافظوا على الملابس تاعكم نظيفه ما تغيروش شحال من خطره في اليوم. ايضا بالنسبه للنساء اللي اختاروا الرضاعه وخاصه اذا كنتوا جدد يعني مرتكم الاولى، اكيد ما راحش تعرفوا كيفاش تحطوا الطفل تاعكم، يعني الوضعيه تاع الطفل ما راحش تعرفوا كيفاش ديروها، هذا شيء طبيعي جدا لانكم عاد جدد. فبعض الاحيان الطفل البيبي ياخذ التدي تاع الام تاعه بطريقه خاطئه، وهذيك الطريقه تسبب الام الام في حلمه التدي وتسبب لها تشققات. فننصحكم بهذا الكريمه اسمها لانولان، اش بي ا لانولان من ماركه لونسينوه، هذه خاصه بحلمه التدي لمنع التشققات لمعالجه التشققات 100% طبيعيه. استعملتها في الرضاعه مع سيرين وراح نستعملها ايضا ان شاء الله في الرضاعه مع البيبي ان شاء الله. هي الاحسن على في الاسواق، 100% طبيعيه، مصنوعه من زيت صوف الغنم. وحتى اذا ما غسلتوش الحلمه تاع التدي تاعكم بغيتوا تعاودوا ترضعوا الطفل فما تضرش الطفل تاعكم ابدا، ما فيهاش ريحه ما عندهاش مذاق، يعني رائعه جدا هذه ننصحكم بها. وتفادوا اي كريمات اخرى اللي فيها مكونات اللي ما تكونش طبيعيه. يمكن بالنسبه للرضاعه كاين نساء اللي ما عندهمش مثلا الوقت، او اللي بعد 3 اشهر راح تعاود ترجع للشغل تاعها وما عندهاش كيفاش تدير باش ترضع ولدها او بنتها، وماذا بيها لو كان تلقى واحد اللي يرضع لها. فممكن انكم تستخرجوا الحليب تاعكم
عن طريق يعني اشياء كيما هذه مثلا، وتحضروه تحطوه جانبا، ممكن ايضا تحطوه في الثلاجه، والشخص اللي يشد لكم الطفل تاعكم ممكن فقط يسخن هذاك الحليب شويه ويعطي الحليب الطبيعي تاعكم تاع الام يعطيه للبيبي، او ممكن ايضا حتى تطلبوا من الاب انه يقوم بهذه العمليه، او مثلا اذا راكي تعبانه وباغيه تنامي فوجدي الحليب تاعك وروحي نامي، وخلي مثلا الاب او الخاله او الجده او اي احد يساعدكم يعطي الحليب تاعك في قاروره في بيبرون كيما هذا، يعطيه للطفل ويبقى حليب طبيعي تاع الام 100%، ماشي ما كاش مشكله. لكن المشكل الوحيد اللي موجود هو واش تستعملوا باش تخرجوا الحليب تاعكم وتحتفظوا به. ما ننصحكمش بهادو اليدويه، لي تيغلي يدويه، هذا اللي يجبد الحليب اليدوي ما ننصحكمش به ابدا، يعني هذا يعذبكم فقط، غير تجبدوا ضيعوا وقتكم وتعيوا اليد تاعكم كارثه. فاذا كنتم متواجدين هنايا في اوروبا او في امريكا ممكن تروحوا، ممكن تطلبوا من الصيدليه كراء جهاز كهربائي اللي يستخرج الحليب منكم. هنا في بلجيكا على ما اظن بالنسبه للكريستي ليك ميتواليتيت، يعني لا ميتوال تاعنا التامين الصحي، كاين لي كروه ب 35 سنتيم في النهار، وانتم على حسب بغيتوا تجربوه لمده اسبوع شهر، تشدوا عندكم 6 اشهر عام كيف ما بغيتوا، ولكن تدفعوا ثمن، اكيد تدفعوا ثمن تاعه، ولكن ماشي ثمن باهظ بزاف، ولكن يساعدكم وينقص عليكم في الوقت وفي التعب في المجهود، وياخذ يستخرج منكم حليب يعني بكميه معتبره. هذا اذا كنتوا من الناس اللي فقط باغيين يرضعوا. كاين بعض النساء اللي يا اما يبغوا يخلطوا بين الحليب الرضاعه الطبيعيه والحليب الاصطناعي، يعني الحليب البودره، وكاين نساء اللي ما يبغوش يرضعوا بتاتا، فقط يمدوا حليب بودره. نحترم راي كل شخص، كل ام عندها طريقتها في تربيه اولادها وفي التعامل معهم، نحترمهم 100%، لاني انا ايضا عشت بعض الاحداث مع بنتي سيرين اللي خلتني نفكر بطريقه مختلفه. اكيد الرضاعه الطبيعيه ما كانش كيفها مذكوره في القران الى اخره، هذه ما فيهاش مناقشه، لكن في بعض الاحيان يستحيل على الام انها ترضع لسبب او اخر، لانها ما عندهاش حليب، او الحليب تاعها ما يوالمش الطفل، او لانها بتعاني من مرض او من اكتئاب، او لازم تاخذ ادويه، او يعني بطريقه او يعني كاين سبب لهذا الشيء، او كاين نساء اللي فضلوا انهم يخلطوا. انا شخصيا مع بنتي سيرين كنت مع فكره الرضاعه الطبيعيه فقط، ولكن للاسف ما قدرتش نرضع لمده اشهر، لاني كان عند بنتي سيرين مشكله تاع ترجع الحليب، كان عندها مشكله تاع حموضه وتاع ترجع الحليب، حتى انها كانت تختنق بالحليب تاعها، كان يخرج لها معنيف. فكي مشيت عند الدكتوره نصحتني اني نعطيها حليب يكون ثقيل، لانه الحليب تاعي خفيف، لانهم منعوني اني ناكل كل ما هو مشتقات حليب، كل ما هو عصير، كل ما هو طماطم، كل ما هو توابل، فلقيت روحي ما ناكل والو، يعني عايشه غير هكا والحليب تاعي خفيف، وبنتي مرضت منه وما كانتش تشبع، وانا ما عنديش بزاف الحليب الى اخره. الطبيبه تاع الاطفال طلبت مني اني نعطيها حليب يكون ثقيل، اونتي ريغورجيتاسيون، ضد القيء. فلما عطيتها لبنتي ارتاحت بزاف عليه الحمد لله، وكبرت والحمد لله وراها بخير، ما خصها والو. الان كاين نساء اللي لسبب اخر، مثلا انها تشتغل الى اخره، او ايضا في هاد ان شاء الله بعد الولاده تاع بنتي الثانيه راني نفكر باني ان شاء الله اذا ما كانش عندها مشاكل كما سيرين في القيء، نعطي رضاعه طبيعيه في اليوم، اما في الليل فراح نعطي حليب بودره، يعني بيبرون، لانه لاحظت انه الطفل مين ياخذ بيبرون في الليل ينام الليالي تاعه تقريبا باكملها بلا ما يستيقظ، لانه يشبع مليح بالحليب تاع البودره. هذا رايي الشخصي. الان كل واحد حر في تفكيره، وكل ام حر في التفكير تاعها، كل ام حره في التفكير تاعها، فمن فضلكم لازم تحترموا بعضكم في التعليقات، اللي بغى ترضع ترضع، اللي ما بغاش ترضع ما ترضعش. وايضا لهذا السبب في الاونه الاخيره صار ممنوع
في لي ماتيرنيتي في المستشفى تاع الولاده تاع النساء، في مصلحه الولاده تاع النساء، صار ممنوع على الاطباء وعلى الممرضات انهم يطلبوا من الام انها ترضع. يعني انا نتذكر مع ولاده سيرين الممرضات حتى يهرسوا لك راسك، وهما يقول لك لازم رضاعه طبيعيه، لازم رضاعه طبيعيه. الان صار ممنوع انهم يطلبوا من الام ترضع رضاعه طبيعيه، لانها صارت مثل الاخسلمون، يعني سماطو صاي سمطوها. الان كل واحد حر انه يدير واش يبغي، بغى يرضع ولا ما يرضعش، يعني هذه حريه شخصيه، كل واحد يدير واش بغى. الان بالنسبه للامهات اللي باغيين يرضعوا ايضا رضاعه تاع حليب بودره، تاع بالنسبه للامهات اللي يفضلوا الحليب تاع البودره، راح نوريكم واش راح تحتاجوا. راح تحتاجوا اكيد دي بيبرون كيما هادو. بالنسبه ليا استعملت ماركه فيليبس افنت مع ولاده سيرين، واكيد راح نستعملها غير هي نفسها في الولاده الثانيه. ماركه فيليبس افنت ماركه رائعه. هاد لي بيبرون متواجدين سواء زجاج او بلاستيك، تاع البلاستيك هادو خالي من البيسفينول، يعني ما فيهش واحد الماده اللي ممكن تكون مسرطنه اللي متواجده في البلاستيك، يعني ما كانش، يعني سيف 100%. الحاجه المليحه هو ممكن انكم تغلوهم، حتى اذا كانوا بلاستيك هكذا ممكن تغلوهم او تحطوهم في جهاز تعقيم في المايكرويف، او ممكن تسخنوا الحليب فيهم في المايكرويف. يعني روعه هاد، يعني هاد لي بيبرون روعه، فيهم مقاييس مختلفه. اذا هذا 125 الصغير، وهذا 330 الكبير. كاين المتوسط تاع 240، ولكن صراحه ما نشوفش بانه ما فيش حاجه انكم تاخذوا مقاييس مختلفه، فقط خذوا واحد صغير وواحد كبير. المتوسط ما تحتاجوهش، هذا 240 متوسط وهذا 330 الكبير، ولكن صراحه ما تحتاجوش 240. يعني اذا خديتوا كل شيء 330 وزوج صغار مثلا على الاشهر الاولى فهذا ممتاز، ولكن حذاري من شيء اللي هو اهم، هو هاد لاتيتين، يعني هاد الراس تاع الرضاعه، واش هو الفرق بينه وبين رؤوس اخرى. ما نجوش نحكي لكم على ماركات اخرى، لاني انا جربت فقط الفيليبس افنت وما نستغناش عليها. كاين لي بيبرون فيليبس افنت كلاسيك، هادو كلاسيك دايرين كيما هكذا، لكن هادو ما ننصحكمش بهم في الاشهر الاولى. وكاين ناتشرال يعني طبيعي، الشكل تاعه يتشبه للحلمة تاع الثدي تاع الام، وهذا لتفادي ليكوليك. هما الغازات ليكوليك، هما الغازات والوجع اللي يجي للطفل في الاشهر الاولى، ثلاث اشهر الاولى يعني كارثه. لتفادي هذه الاشياء، باش الطفل من يشرب الحليب تاعه ما يشربش معاه الهواء، من الاحسن تستعملوا ناتشرال. وهادو ناتشرال ايضا فيهم مقاييس، يعني كي تشوفوا رقم واحد مكتوب معناتها فيه ثقب واحد، يعني الطفل ما يجبدش بزاف وما يختنقش بالحليب اللي جبده. هادو يختلفوا، الارقام تختلف على حسب نسبه تدفق الحليب، على حسب الطفل، على حسب العمر تاعه. يعني اذا لحق 6 اشهر ممكن تعطوا حتى سرعه 4، سرعه تدفق 4، ويشرب الحليب تاعه بلا ما يختنق الى اخره، نتوما حسب تجربتكم حسب الطفل تاعكم الى اخره. الحاجه المليحه في هادو كما قلت لكم هو انكم ممكن تغلوهم، ممكن تعقموهم في جهاز تعقيم، دخلهم مايكرويف، يعني ما عندهم يبقوا كيما هما، ما عندهم حتى مشكله. والحاجه المليحه هو ممكن انكم تقلعوه بالشكل بهذا الشكل، تقلعوه او تقلبوه وما يصرى له والو لانه من السيليكون، وتنظفوه بشكل جيد. بالنسبه للتنظيف ممكن تستعملوا فرشات خاصه بتنظيف لي بيبرون، تغسلوهم مليح، ومن بعد ممكن ايضا تعقموهم تعقيم جيد وضروري في الاشهر الاولى، في الاسابيع الاولى خاصه، لانه من بعد كي الطفل يتعلم انه يحط اشياء في فم تاعه، فالتعقيم يعني ما عنده حتى اهميه. ولكن في الاشهر الاولى، في الاسابيع الاولى من يكون الطفل تخافوا عليه من الامراض والميكروبات الى اخره، حاجه جيده انكم تعقموا الاشياء اللي يرضع فيها، اللي يرضع بها. للتعقيم ممكن تاخذوا كسرونه كبيره او طنجره كبيره من الماء، وتحطوا فيها الادوات تاعكم كيما هاد لي بيبرون الى اخره، تعمروهم في الماء، تعمروا تغطوهم بالماء وتخلوهم يغلوا لمده دقائق، يعني 7 إلى 8 دقائق باش يغلوا مليح وتاكدوا انهم تعقموا. ومن بعد هذه تقطروهم في اشياء كيما هذه، كيما راكم تشوفوا هذه تتباع
تلصقوهم هادو، هاد العيدان هادو تلصقوهم هنايا وتحطوا فيهم لي بيبرون باش يقطروا من الفوق بلا ما تخلطوهم مع الاواني الاخرى. هذا من جانب النظافه فقط. او ممكن ايضا تعقموا في جهاز خاص بالتعقيم، هذا عندي من فيليبس افنت، تحطوا فيه شويه ماء، تحطوا فيه لي بيبرون تاعكم وكل الاشياء تاع فيليبس افنت اللي راكم باغيين تعقموها اللي تتعقم، ودخلوه في المايكرويف بعض الدقائق، وكاتبين لكم فيه كيفاش تعقموا، وهذا خاص بالتعقيم. لكن انا صراحه ما ننصحكمش به، لانه انا فقط جاني هديه، اذا ما جانيش هديه ما كنتش غادي نحط فيه الدراهم تاعي، ما نحطهمش فيه. كاين جهاز اخر كنت حكيت لكم عليه في قناتي بالفرنسيه في ولاده سيرين، كان جاني ايضا هديه، كان ايضا جاني هديه، ولكن هل هو فعلا ضروري او لا؟ هو جهاز تسخين الحليب، يعني تسخين البيبرون تاع الحليب. هل هو ضروري او لا؟ صراحه ما ننصحكمش به وما تحتاجوهش. ممكن توجدوا الماء تاعكم بسرعه تغلوه، ممكن تحطوا في المايكرويف، او ممكن ايضا تغلوا الماء وتوجدوه في ترموس، يعني تاع كيما هذوك تاع القهوه، فقط ديروه خاص بالماء تاع البيبي وتستعملوه حتى اذا فاق البيبي في الليل يكون عندكم الماء دافي واجد. فلا داعي، ما فيش لزوم انكم تشتروا جهاز خاص بتسخين البيبرون. يعني هذا رايي الشخصي، انا كان عندي جهاز تسخين تاع البيت وجهاز تسخين تاع السياره، ولكن صراحه ما كانش احسن من الترموس. نحط فيه الماء يبقى دافي طول النهار، نستعمله وقت ما بغيت ولا اروع. ايضا بالنسبه للتغذيه تاع الطفل تحتاجوا هاد لي بافوار هنايا، كما نقولوا حنا رياقه، باش لو كان يسيل ولا. هادو ملاح في الاسابيع الاولى، ولكن هادو كي يكبر البيبي شويه هادو ملاح، لانه فيهم جهه بلاستيك وما يفوتلكمش للملابس تاعه، وما تضطروش انكم تغيروا الملابس تاعه شحال من مره في اليوم. وتحتاجوا ايضا هكا مناشف كيما هادو، خاصه اذا كان يروح في كل الاتجاهات من يكون البيبي عاد صغير وما يعرفش كيفاش يحكم البيبرون الى اخره. فالمناشف كيما هادو قطنيه، ممكن تستعملوا اي منشفه، المهم تكون حنينه على الوجه تاع الطفل او باش تمسحوا بها هنا الرقبه تاعها الى اخره. فننصحكم بهذه. شيء ثاني ايضا نوصيكم عليه هو لي دوزيت، هادو انا نحتاجهم بزاف ونستعملهم دائما. كاين اشكال وانواع مختلفه تاع لي دوزيت. هادو واش هما؟ هادو تحطوا فيهم الكميه اللي تحتاجوها تاع الحليب بودره، اجزاء هنا تحطوا باغ اكزومبل، مثلا اذا الطفل تاعكم ياخذ 3 ملاعق فتحطوا في كل وحده 3 ملاعق، وباش هكا كي تبغوا تحضروا الحليب توجدوها بسرعه اذا بغيتوا تخرجوا تاخذوها معاكم. وكاين هادو اللي يدخلوا في بعضهم كيما هكا ياخذوا مكان اقل، فهادو ننصحكم بهم فريمون، زعما هادو يفيدوكم في تحضير الحليب بسرعه سواء في البيت او خارج البيت. واش كاين ايضا ننصحكم به؟ كاين حاجه اللي ممكن تحتاجوها، انا صراحه احتاجتها بزاف وجاتني هديه، وهديه مميزه صراحه، لانه هنا في بلجيكا بعد الولاده الام كي ترجع البيت كاين الممرضه ساش فام اللي تجي للبيت على الاقل 6 مرات للبيت باش تشوف حاله الام وباش تشوف حاله البيبي. ومن بين الاشياء اللي تشوفها هي انها توزن البيبي تاعكم باش تعرف واش راهي يشرب مليح، راهي يتغدى مليح او لا. اذا خدا وزن فاكيد راه يتغدى مليح، اذا نقص الوزن تاعه فهناك مشكله لا قدر الله. بالنسبه للوزن انا دائما نستعمل هذه استعملتها حتى بنتي سيرين لحقت 13-14 كيلوغرام، ميزان خاص بالبيبيز ولا اروع. كنت دائما نوزن بنتي فيها باش نعرف واش خدات ما خداش، اسكو الوزن تاعها فايت المتوسط الى اخره. والحاجه اللي مليحه هو انها ملي كتجيني الممرضه ما كانتش تضطر انها تفيق بنتي من النوم باش توزنها، تلقاني انا ديجا وزنتها فقط تاخذ نعطيها فقط شحال لقيت في بنتي هذاك مكان. يعني في بعض الاحيان الممرضه تجي في وقت ما لازمش تجي فيه، البيبي يكون نايم وما انا مانيش باغيتها تفيقها، فنعطيها الوزن تاع البيبي بسرعه. هذا اذا كان عندكم الفرصه انكم تاخذوا ميزان خاص بالاطفال فشيء مليح بزاف. الان راح نفوت
للهاية تاع البيبي، الهاية اللي هي السوسات لا تيتين لا توتوت نتوتش. كاين امهات اللي يفضلوا ما يعطوش الهاية البيبي، كاين امهات اللي يبغوا يعطوا الهاية البيبي على حسب. صراحة انا ما كنتش ناوية نعطي بنتي الهاية، ولكن بنتي زادت بسيرين، زادت ب هاد كيفاش نقول لكم، كاين بيبيز اللي يزيدوا عندهم هاد الفطرة على انهم يمصوا حاجة، فبدل ما نعطيها التدي تاعي وهي شبعانة من الاحسن اني نعطيها الهاية. الهاية انا صراحة مانيش من الامهات، انا متسامحة، انا ام متسامحة، يعني ما نآمنش بفكرة انه الهاية هي اللي تعوج السنين تاع الطفل في مستقبلا الى اخره، وخصوصا انه هنايا في اوروبا او في امريكا تقريبا كل الاطفال لازم يحطوا جهاز تقويم اسنان فمن بعد باش يعدلوا الاسنان تاعهم الى اخره. فيعني انا ما يهمنيش، انا المهم في المرحله الحاليه واش بنتي محتاجتها او ماش محتاجتها، واش تحس روحها مليحه او لا. فسيرين كنت نعطيها الهاية، استعملت الهايات من فيليبس افنت، وتحتاجوا معها هذا الكوردون باش ما تطيحش، وهادو تاع فيليبس افنت متواجدين بزوج قياسات، قياس من 0 الى 3 اشهر او 6 اشهر، وقياس ثاني من 6 اشهر الى 18 شهر. صراحه القياس الصغير ما استعملتهش بزاف، لانه كل خطره يسقط من الفم تاع سيرين، ففضلت ان نعطيها القياس الكبير يعني عن تجربه قياس كبير احسن، حتى واذا كان مش ملائم للسن تاع البيبي. والحاجه المليحه اللي فيهم هو انهم فيهم هاد الغلاقه تاعهم، يعني لو بوشون، باش تحافظوا عليهم نضاف. بعدها كي يكبر الطفل شويه لازم يحتاج اكل اكيد. بالنسبه للاكل راح تحتاجوا الاواني الخاصه بالاكل تاع الطفل، ممكن توجدوهم في محلات مثل الاوركسترا الى اخره، توجدوا صحون خاصه اللي تدخل في الميكرويف باش تسخنوا مثلا، توجدوا هادو مثلا الفرشات الى اخره اللي يدخلوا في الغساله الكهربائيه، يعني ممكن توجدوا اشياء كثيره، فقط تجنبوا البلاستيك الرخيص اللي متكون من مواد مسرطنه. اما بالنسبه لتحضير الاكل، فانا كنت بنتي نحضر لها الاكل تاعها عن طريق هذا الجهاز اللي هو البيبي كوك. سيرين بما ان كان عندها مشكل تاع تلقي الى اخره ملي كانت صغيره، في الاشهر الاولى اعطيتها تاكل، يعني غديتها الاكل، اعطيتها لها في تقريبا مع الشهر الرابع بديت لها الاكل، بديت لها لاليمونتاسيون نورمال، يعني نحضر لها دي بيوري عصائد الى اخره. فاستعملت البيبي كوك، هذا جهاز رائع ممكن توجدوه في ماركات مختلفه، ممكن توجدوا بيبي كوك كيما هذا او شويه كبير عليه من ماركه بيابا، يعني روعة 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 بزاف، استعملته بزاف. هنا يتحطوا الخضر أو الفواكه، يتحطوا معها شوية ماء، يطبخها بطريقة البخار، ومن بعد ممكن تطرحوا كل شيء هنايا. إذا كانت عندكم كمية زيادة فممكن تحتفظوا بها سواء في المبرد أو الثلاجة في هاد العلب من فيليبس أفنت، أيضا هذه ممتازة، تدخل في الثلاجة، تدخل في المبرد، تدخل في الميكرويف باش تسخنوها، ممكن تغلوها، ممكن تغسلوها في الغسالة الكهربائية. وحتى انه هاد الغلاقة تاعها هادي ما تمنع اي شيء، باش يعني ما تمنع انها تسيل او يتسرب اي شيء منها. وحتى انه فيها وين تكتبوا، هنايا ممكن تكتبوا وين تحضرتوها، واش المكونات الموجوده لداخل، وهنا ممكن تشوفوا شحال عندكم من مليلتر او من اونصا، يعني على حسب من كاين جهتين ولا اروع. يعني قبل ما نختم الحلقه اليوم راح نجاوبكم على واحد السؤال كان دائما يرجع فيما يخص شرب الماء التيزانه، يعني مش عارفه واش نسميها، تيزانه شاي يعني خاص بالاطفال، واش نعطي لبنتي ما نعطيهاش، واش استعملت مع سيرين الى اخره. اولا بالنسبه للشرب ممكن تستعملوا لي بيبغون يكون بيبي صغير، واما من يبدا يكبر ممكن تستعملوا هذا النوع من الكؤوس، اون تاسا باك نسموها، اللي ياخذها البيبي وحده ويشرب وحده سواء الماء او العصير او اي شيء اخر. صراحه ما انا ما كنتش ندير فيها الحليب، ولكن جربتها مره او مرتين، ولكن سيرين ما حبتهاش ابدا، فانا فقط من البيبغون مريت الى الكاس مباشره، وبنتي كانت تعرف تشرب بالكاس وحدها في وهي في عمرها ما لحقتش حتى سنتين. يعني فقط هي لازم تكونوا واثقين في الطفل تاعكم وتخلوه حتى اذا سكب شويه ماشي مشكله، يعني يتعلم مع الوقت.
فهاد الكؤوس من هذا النوع يعني ماهاش ضروريه، ماهاش الزاميه. الشيء الثاني، واش كنت نعطيها الماء ما كنتش نعطيها تشرب سيرين؟ ماش ضروري الماء يعني من تكونوا ترضعوا او من يكون الطفل يشرب الحليب في الاشهر الاولى، يعني ماش ضروري. الحليب تاعه كافي بانه الجسم تاعه ما ينشفش ويبقى مرطب دائما، ما يحتاجش لشرب الماء. لكن بالنسبه لما تبدو التغذيه تاعه يعني لما تبدو تعطوه خضر وفواكه لاخره، فاكيد لازم يشرب الماء او العصير لاخره. فننصحكم انكم تعطوه يشرب الماء. الماء دائما مليح للجسم تاعه، الاكل وحده ما يكفيش باش الخلايا تاعه ما تنشفش كما نقولوا حنايا. بالنسبه للتيزان، واش كنت نعطي لبنتي دي تيزان تشربهم؟ سيرين كنت نعطيها لانه نعرفوا باللي بالنسبه للكوليك يعني الوجع هذاك اللي يجي الاطفال في الاشهر الاولى شيء ضروري باش تحاربوه. يعني الادويه ما عندهش، يمكن مساج او يمكن حاجه مثل الشاي. فانا كنت نعطي لبنتي تشرب، ممكن تعطوه البابونج، ممكن تعطوه البسباس، زريعه البسباس والكمون او الانيس. الانيس نسيت الاسم تاعها، واش راح نحطها لكم في صندوق الوصف. هادو ممكن يكلموا الطفل يعني يهدئوه ويتخلصوا من الغازات وينام بشكل جيد. فما كانش عندي مشكله، انا كنت دائما نعطي السيرين مره على مره تشرب، مش يوميا ولكن تقريبا يوميا، يعني مره في اليوم او مره في يومين كي نشوف بانها محتاجه وعندها غازات نعطيها تشرب، مش كميه كبيره، كميه صغيره فقط. يعني بيبرون كيما هذا من الصغار كنت نعطيها يعني 20 او 40 مليلتر تاع تيزانه تشربها مش اكثر. هذا كافي باش يحسن من الغازات وهذا باش يقلع الغازات من البطن تاع الطفل والطفل ينام بطريقه هادئه. كان هذا اخر سؤال نجاوب عليه اليوم. ان شاء الله القائمه تلقوها في صندوق الوصف مع الروابط وين نشري الاشياء تاعي باش يعني السعر المناسب في امازون الى اخره. اذا عندكم اسئله، اذا عندكم تعليقات، اذا عندكم اشياء اخرى ضروريه بالنسبه لكم ممكن تحطوها في التعليقات تشاركوها مع بعضكم. هذا شيء مهم بالنسبه للامهات الجدد، ممكن تساعدوا بعضكم. ان شاء الله اذا كان عندكم اسئله واحده اخرى حطوها لي في التعليقات نقدر نجاوبكم عليها في الحلقات المقبله. بالنسبه للحلقه اللي غادي تجي ان شاء الله في المره الجايه راح نحكي لكم على قائمة ضروريات ولوازم الطفل البيبي بالنسبة للنظافة، يعني واش تحتاجوا باش تنظفوا الطفل. ومن بعد راح نحكوا على الخروج، واش تحتاجوا باش تخرجوا نتوما والطفل تاعكم سواء في نزهة قصيرة او في يوم طويل. كل هذا راح نحكي عليه ونحكي لكم على تجربتي الشخصية واش هما كل الضروريات عندي انا ان شاء الله. نشوفكم عن قريب، نسلم عليكم بزاف والى اللقاء.